الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه جديده من ببيروت. هالبرنامج اليومي اللي بيطلع عليكم من الساعه 2:30 للساعه 5. بهاللقاء رح اترافق انا وساشا. مساء الخير ساشا. مساء النور نانسي. كيفك؟ الحمد لله تمام. انا بحييك وبحيي كل عم بيتابعونا اليوم على شاشه ال بي سي وقناه روتانا خليجيه. بالفعل مثل ما ذكرت نانسي برنامجنا اليومي دائما بنحرص نقدم لكم كل شيء جديد بمواضيع مختلفه بتطال وبتهم كل افراد الاسره. خلونا نرحب سوا بتشوف فقرتنا الاولى خبيره الصوره خلود رضا. اهلا وسهلا فيك خلود. واخيرا انا التقيت فيك. شو اخبارك؟ تمام ماشي الحال؟ يا ميت اهلا وسهلا. وكمان خبيره التغذيه وعضو بمجلس الصحه بانجلترا زينه وهبي حاج علي. اهلا وسهلا فيك زنزون. اهلا فيك نانسي. كيفك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. زينه شو اخترتي لنا موضوع؟ اليوم موضوعي عن كيف يقدروا الاشخاص اللي عندهم سكري يخففوا من العوارض اللي بتاثر على العين من خلال المأكولات خاصة كثير بتقدر تساعد الواحد يرجع عينه على طبيعتها يعني على الصحة. اوكي ورح يكون في معك طبيب كمان يعني رح نتناول هالموضوع من الشق الطبي والشق الغذائي. خلود انا اليوم محاضرة موضوع بوب ارت فاشن، موضوع كثير مهضوم مركزة أكثر على بارت الاكسسوارز بهيدا الترند، يعني لأنه هو شوي ترند قوي ومنقية أشياء الاكسسوارز اللي فينا نلبسها لتكمل هيدا اللوك. كثير مهضوم، كثير فيه فيجوالز حلوين، اتس ابيت فانكي. هلا بنشوف سوا. اصلا دائما اغراضك يا خلود عن جد بتكون مميزه، يعني بتحس هيك بتنقي اليوم بدي اشوف، يعني ما عندي شك بس هيك دورك تحكمي شو الموضوع. طبعا في اشياء حلوه رح ندخل بتفاصيل مواضيعي اللي اخترتوها بعد شوي، ولكن هلا خلينا نتعرف على محتوى حلقتنا بهاللمحه السريعه. ندخل عالم الأزهار الجميل مع ساندي نصر الله وغادة عضيمي ترشدنا إلى كيفية العناية فيها. خلطة جمالية من التوت بتنفذها روزي داو مباشرة لتطبيقها السيدات منزلون. جمانة وهبي بتتلقى اتصالاتكم وبتخبركم حال الأبراج لهالأسبوع. ونلقي الضوء على تصاميم مجوهرات من نادين زيني اللي شاركت ببيروت ديزاين ويك. ورح نقوم بجوله على اخبارنا من حول العالم وخاصه من عالمنا العربي، وببتدي بخبريه اعلن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ عبر صفحته انه ابتدى بقراءه كتاب المقدمه لعبد الرحمن بن خلدون باطار المبادره اللي اطلقها واللي اسمها عام من الكتب، وهدفها تشجيع الناس على القراءة. وقال مارك أنه من المشوق كثير الاطلاع على الآراء اللي بتحدث عنها ابن خلدون قبل نحو 7 قرون، وخاصة بما يتعلق بالمجتمع والثقافة ونشأة المدن والسياسة والعلوم. وفور إعلانه الخبر سارع المغردون العرب إلى الترحيب باختيار مارك المقدمة، وقاموا بالتعليق على ما أثاره من مفارقات. وأشار بعضهم لأنه كتار من العرب ما صار لهم الفرصة يقروا الكتاب، وقال آخرون أنه البعض ما بيعرف من الكتاب سوى اسمه. يشار إلى أنه ابن خلدون ولد بتونس لأسرة عربية من أصول يمنية هاجرت من إشبيلية مع بداية سقوط الأندلس إلى تونس. ويعالج الكتاب الظواهر الاجتماعية اللي يشير إليها المؤلف باسم واقعات العمران البشري. لفت كتير مميزة من مارك بالفعل، أو بادرة حلوة يقرأ هيك كتاب عربي، ومش غريب كمان نحنا نسارع ونعلق على هاللفتة، وإن شاء الله كمان ناس تتشجع اللي ما قريوا الكتاب لأنه في البعض مثل ما قلتي بس بيعرفوا التايتل. بس كتير حلو أنه قرأ كتاب عربي، يعني شيء كتير صحيح قديرتش أنه الثقافة العربية فيها أشياء كتير وعم توصل لمكان، خاصة هلأ صرنا بنلاحظ بوجود هالتكنولوجيز كل الأشخاص صاروا عم بيتخلوا عن الكتاب، ما بقى عم بيبتعدوا كتير عن الكتاب وما عم بيقروا، فهيك ان شاء الله بهالطريقه بيرجعوا. لانه الحق عليهم، هن جماعه فيسبوك لازم يرجعوا يرجعونا على القريب. برافو عليك بالتكنولوجي. واو 100%. قال لك خليني اصمت وارجع بلش من اول وجديد. انا رح اخذكم بخبريتي على مصر، والهيئه انه مدينه القصير المصريه بمحافظه البحر الاحمر مدينه غنيه بالمعادن وخاصة الذهب، وكانت من 5000 سنة محط أنظار الفراعنة لأنه فيها جبال وتليل عجيبة المعالم ومنابع للمعادن والذهب. وبتشير دراسات العالم الجيولوجي ماهر عزمي
إلى أنه البيئة الجيولوجية بوسط وجنوب الصحراء الشرقية المصرية مناسبة للذهب وضمن دائرة تكوين هالمعدن، وأنه اللي استخرجوه الفراعنة بيشير إلى احتمالية وجود ذهب ما قدروا يوصلوا له موجود ببعض الأعماق. وحسب التقديرات فإنه سلاسل جبال البحر الأحمر وبالتحديد بالقصير ومرسى علم ومحافظة أسوان بتضم 120 موقع للذهب، بتقدر دراسات بوجود احتياطي بتجاوز 1.4 مليون طن ذهب، تخيلوا، ب 100 منجم بالصحراء الشرقية. ورغم غنى المدينة بالذهب والمعادن فإنه حسب السكان فهي مهملة من قبل السلطات، فهي بلا خدمات وحتى ما فيها مياه صالحة للشرب، وبيضطر السكان للتجمع لاخذ المياه بعبوات من سيارات نقل تجيهم من مدن مجاوره. يعني للاسف شو هالتناقض، قديش هي غنيه وبتسمع انه السلطات هاملينا بهالطريقه، يعني هن منهم عارفين، مع انه هيدا الشيء بيجيب لهم سواح كثير اذا بيقدروا يشتغلوا عليها، يعني على القليله يفيدوا سكان هيدي المنطقه على القليلة. صح، مع انه اذا بنشوف بصورة الموقع يعني كمان حلو مميز هيك، حلو مثل ما عم نشوف سياحيا كمان كثير فيهم يجوا يسبحوا ويلموا ذهب، ليش لا؟ على ايه جولد هانتينج. ايه وين ولعالخبر سلطنا الضوء ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ورانا كنت ورانا يعني ياخذوا بعين الاعتبار يلي قلناه بيجيها وقت نحن بيوصلوا خاصة من عندنا مشاهدين كثير بمصر وبنحييهم اكيد. اوكي خلود خبرتك لليوم شو؟ انا اليوم الخبر من أمريكا عن سيدة عمرها 92 سنة. هاي السيدة من نورث كارولينا وفازت بلقب أول سيدة عجوز بتخلص سباق ماراثون اللي هو كان 26 ميل بولاية سان دييغو، والسبق قدرت تخلصه ب 7 ساعات و24 دقيقة و36 ثانية. هالسيدة العجوز كانت سابقا نجت من مرتين من مرض السرطان، وهذا الشيء دفعها لانه تشارك بهالسباقات لحتى تشجع وتلم تبرعات لسرطان الدم، لوكيميا وسرطان الغدد. بلشت من عمر 76 سنه تشارك، والحلو بالموضوع انه كل سنه بتخبر اصحابها بتقول لهم هيدي اكيد اخر سنه انا حشارك فيها لانه ما بقى حعيش اكثر من هيك، بترجع بتعيش سنه ثانيه وبتشارك من اول وجديد. شو الله يعطيها الصحة والعافية والنشاط وتضل تشاركي يعني وان شاء الله الصبايا اللي بعمرنا يتشجعوا مش قادرين وتعبانة لا وبعدين انا انصدمت 7 ساعات السباق مش انه مثلا يعني لنقدر نشجع الشخص يعمل ساعة وهذا انا يعني صار لها 16 سنة ورا بعض، هيدا السنة السادسة 10 اللي بتشارك فيها بهيدا السباق. بسم الله عن جد. بس لتتمتع بهالصحة يعني قديش بتتبع نظام غذائي صحي؟ أكيد لتشوفوا إنه عايشة حياة صحية. الصحة بتبلش من عمر صغير، وقت ورياضة يمكن عن جد يصير معه مصيبة بيوعى حاله قديش صحته كثير منيحة، بيصير يتمسك بحياته، بيصير ينتبه على حاله أكثر وأكثر. فالواحد لازم يتوقع لما يوصل لهون، إيه ما تنطروا من البداية. صح، ما تنطروا. زينة الخبرية شو اليوم؟ خبريتي لليوم كمان عن تونس مثل ساشا. وزارة السياحة بتونس قامت بحملة لحتى تشجع السياحة والزوار لهذا البلد الحلو، والحملة اللي عملوها طريقة كتير مهضومة وحديثة لأنه استعملوا السوشيال ميديا، عملوا لافتة حطوا عليها الشعار موا جي في تونيزي، ما بعرف اذا قلتها مزبوط بس يعني بدنا نروح على تونس، بدي روح على تونس. والاشخاص بلشوا يصوروا حالهم هن وماسكين هيدي اللافته وحطوها وانتشرت عبر السوشيال ميديا وكثير نجحت. واللي حلو كمان انه كذا شخص يعني شارك بهالحملة، مزبوط، يعني ان كانوا فنانين او سياسيين مشهورين قاموا كمان بهيدي الحملة وشجعوها. واللي غير هيك كمان المنتج السعودي محمد التركي حط فيديو هو وممثلة أمريكية ميشيل رودريغيز وكمان الفنانة التونسية الأصل اسمها عفاف جنيفان، هن كمان عم بيشجعوا تونس وجمال تونس ويشجعوا زوار لهيدا البلد الحلو. فحطوه على الانستغرام ونجح كثير وانتشر ولازم كلنا نزور تونس. يلا يلا رح نزور كلنا على تونس. اجاو البغداد، اجاو تونس، مرحبا بكم في تونس. مرحبا بكم بوركي تونس. مرحبا بكم في تونس. هلو حلو
هيدي لفته حلوه كمان لازم نعملها من المشاهير يا بيروت نبلش هون كانوا موجودين بمتحف باردو بتونس كلنا رح نروح على تونس اكيد ماشي في تونس مو قصدي حابين نروح سوا ضروري وكمان زميلنا بلال العربي طبعا شجع هالحمله وقتها كان موجود بكان موجي في تونيزي لكن كلنا لازم نروح وبنحيي بلد كثير حلو كثير حلو يعني لازم نروح حلو صح اذا الله راد ان شاء الله هيدي كانت جوله على اخبارنا وتقاريرنا بعد في عنا كمان تقارير بسياحه حلقتنا ولكن قبل بنقوم انا وياك زينه لعند الشيف حسين عبد الساتر لنشوف شو محضرنا وصفه لليوم نتفضل على الكيتشن شوف اذا انت ان يعني نص ان نص اوت اكيد مثل كل مره بالمقادير اوكي مرحبا شاب مرحبا بونجور كيفك ماشي الحال كيفك انت زمان ما التقينا انا وياك ايه لازم تكون هيك على الرجعه شيء طيب مظبوط شو اليوم رايحين على المطبخ اللبناني عاملين حمص بطحينه متبل باذنجان ولبنه مع بابريكا لبنه ملونه هلا هون نحن هو البابريكا رح يغير لون اللبنه اكيد مظبوط مظبوط هلا هون نحن حطينا بابريكا الطعم ممكن تتاثر ولا لا بتغير شوي ولا شوي مش كثير شوي مش كثير كمان بدنا نحط لها خيار مقطع وبدنا نحط لها زيتون كمان مقطع اها هلا تشوفي اذا خلطناها كيف راح يصير لونها زهري حلو كثير هذا نوع من انواع المازه اللبنانيه بس نحن بنقدمها يعني عاده معروفه لبنه متومه او لبنه مع نعناع يابس اليوم صرنا عم نعملها بهالشكل هيدا اوكي لبنه مع بابريكا هيك في بتروح. عندي شعور انه منه دايت بس لبنه ما هيك بس بيقدر الواحد يستعمل اللي عم يتابع مزبوط. دايت هلا هون كمان نتبل الباذنجان جبنا الباذنجان وشويناه على النار قشرنا الباذنجان وقطعناها مثل ما قطعنا الخيار مربعات كمان بدنا نضيف لها طحينه كمان قليل من الطحينه اوكي كمان عصير حامض شوي من عصير شوي عصير حامض كمان بدنا نحط رشة ملح وبدنا نخلطها هلا هون الحمص بطحيني نحن عملناه كمان سكبناه بهالشكل هيدا الحمص بطحيني يعني سلق. هون قصدك هيك مبين مزبوط الحمص بطحيني بدنا نسلق الحمص نحن ننقع حب شوي مزبوط ننقع الحمص خلال 12 ساعة وبدنا نسلقه مع كربونات بعدين بنشيله بنطحنه في ناس بيطلع ما بيطلع معهم ابيض فبيقولوا من الطحينه او شيء لا هو اللي يطلع معنا ابيض بدنا نحط له ثلج على الميكسر نحن وعم نخلطه ليفتح لونه مزبوط فبنحط له طحينه وعصير حامض وملح وثلج بنحط له قليل من زيت النباتي اوكي في منهم بحطوا له ثوم الثوم اذا بدنا ناكله بنفس اللحظه بنحط له ثوم يعني احنا مثلا بالمؤسسات او بالمطاعم ما بنحط له ثوم بس اذا عم نعمله بالبيت اكيد بنحط له ثوم كمان الثوم بيعطينا نكهه كثير طيبه طيبه صح البلاد الثاني اللي عاملينه رز على الطريقه الشرقيه مع دجاج اوكي كمان الرز امريكاني بدنا ننقعه مده 45 دقيقه بمي فاتره اها الدجاج نحن هون حطيناه على النار لحتى يستوي بنحط الدجاج لحتى تطلع الزفره بنشيل الزفره وبنضيف لها المواد العطريه اللي هن البصل، كرات، كرافس، الورق في صوص معين للدجاج رح تكون مع الرز؟ رح نعطي نحن معها اورنج صوص هي مفروض ديمي جلاس بس نحن رح نعطي اورنج جوس اورنج صوص كثير طيبه بتعطيها نكهه كثير طيبه معها شو رايك شاف؟ شاف زينه كثير تشكيله حلوه اليوم بس بدي اقول عن الحمص اللي هو طبعا كلنا بنحبه بس هيك بوينت مفيده الاشخاص اللي عندهم نفخه كثير منيح اذا زدنا كمون عليها حيأثر على الطعمه بس اتس اوكي نحط شويه كمون مع الحمص أوكي. لحتى نقدر ننبسط فيها بدون ما وما يسبب لنا نفخه exactly. شاف رح نتابعك كل شوي لنشوف وين صرت بهالاطباق لليوم زينه باقيه معنا خلينا نروح لعند نانسي ونكفي بقيه تقاريرنا رح ننتقل هلا ساشا الى عالم انا وينتر يلي بتخاف على الشباب والمراهقين من عالم الشبكات التواصل او مواقع التواصل الاجتماعي وكم المعلومات الهائله اللي بتوصلهم تفاصيل كلها بالريبورتاج تالي بينما يعتقد ان انا وينتر رئيسة تحرير مجلة فوغ هي امرأة من حديد الا ان لدى السيدة جانب حساس وانساني كشفت عنه في لقاء مع صحيفة التلغراف.
أن حالها حال كايلي وكندل حكت عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، ما يجعلهم دائمي القلق والتوتر بسبب كم المعلومات التي تردهم بشكل يومي. وينتر التي تدعم مركز قلق الشباب في جامعة كولومبيا أضافت: هناك حالات كثيرة نهتم بها، لكن لا نقدر أن نبدل العالم، لذا نسلط الضوء في المركز على الأشخاص المراهقين الذين لم يبلغوا بعد 20 من عمرهم، فهذا سن خطر جدا. وتابعت أنا: سمعت عن شاب لم يخرج من غرفته في الجامعة طوال الفصل الدراسي لأنه يعاني من القلق والإحباط. للأسف فإن الصحة العقلية أمر محرج، لذا نحاول كبت مشاكلنا في هذا المضمار بدلا من إيجاد حلول لها. أنا 65 عاما وهي أم لتشارلز وبي، قالت إن على الأولاد أن يقدروا أمهاتهم العاملات، فهذا لا يقلل أبدا من حب المرأة لأبنائها، ولا يعني أنها تهتم بهم أقل بسبب عملها. وتابعت: طبعا هناك أوقات تضطر فيها الأم للابتعاد بسبب الأصفار، وأنا كنت أحاول أن أصطحب أبنائي معي قدر المستطاع ليكونوا بقربي أولا وليحصلوا على التجارب والخبرات ثانيا، ورغم كل انشغالاتي كنت دائما موجودة في أعياد ميلادهم ومبارياتهم لكرة القدم وسواها من النشاطات التي تخصهم. حلو هيك انه قد ما تكون المراه والام ناجحه انه تعطي وقت كمان لاولادها، اهم شيء، لانه في اشخاص كثير بيأثرون بالمره. بس هو للاسف نعلق على الريبورتاج انه بعتقد ما بقى في حدا يعمل كنترول على كميه المعلومات اللي عم يتلقوها الشباب والتينيجرز، يعني صارت خلص يعني بيقدروا يحصلوا عليها بكل سهولة. يعني هن they are worried انه كيف بدهم يحدوا من هذا الموضوع. صح. هلا عم بيحاولوا، في اشخاص مثلا عم بيعملوا اشياء ابلكيشنز على التليفون تتشوفي على الكمبيوتر، بس حيضلوا التليفون بايدنا ويضلوا اللابتوب قدامنا. لازم التوعية تصير بالبيت، يعني لازم الاهل يشتغلوا على اولادهم يوعوهم، لانه ما فيهم يعملوا كنترول على الدنيا والعالم. لازم يوعوا اولادهم انتبهوا واسالونا واحكوا معنا، هذه الطريقة الوحيدة بعتقد. هلا أنا عتلينة هم المراهقين والشباب، بس اللي عتلين هم حاله هن كايلي وكندل جينر اللي ما حابين يتقدموا بالسن يعني وحابين يضلوا بعمر المراهقة إلى الأبد. خلينا نتابع التفاصيل بهالريبورتاج. أكدت كل من كايلي وكندل جينر أنهما تخشيان التقدم بالسن، فأعلنت كايلي 17 عاماً في لقاء صحفي أخير معها: أخاف اليوم الذي سأبلغ فيه 19، لا أود حقاً أن أكبر أكثر من 18. الشابتين اللتين نشأتا أمام عدسات الكاميرات ضمن برنامج كيبينج أب وذ كارداشينز منذ العام 2007 تجدان أن قطار الحياة السريع هو ما يخيفهما حقا، وهذا ما عبرت عنه كاندل قائلة: لا يمكننا أن نوقف أو نبطئ سرعة العمر، إنه يتحرك بنا في هذه اللحظة بالذات، وحين نشاهد صورنا قبل عام نلحظ كم تبدلنا في عام واحد فقط. قد يحق لكايلي وكندل أن تخشيا على صورتهما، فالشهرة رفيقتهما الدائمة وأكثر من 25 مليون متتبع عبر إنستغرام دليل على ذلك. وتدرك كايلي وكندل أن وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر على جيلهما، فيما تؤكد كايلي: أحياناً أكره وسائل التواصل الاجتماعي، أود لو أنني قادرة على أن أرمي هاتفي، فهذا العالم ليس حقيقياً بل اختلقناه نحن. إذا
اذا من هلا عتلين هم يكبروا شو تركوا لبعد جد شو يونغ وقمر و والكولاجين بعد بيشتغل واحد يكون بعمرهم ومشهور وتحت الاضواء يعني ما بلومهم انه من شان هيك بيخافوا لانهم انه يكبروا ايه كل شغلهم بيعتمد على يمكن وجههم وجمالهم وصغرهم وعمرهم فخايفين اكيد عتلين هم تتغير صورتهم يعني yes. اكيد هيدي كانت اخبارنا وجولتنا من التقارير كمان مثل العاده باول جزء من حلقتنا رح نتوقف دقائق قليله مع الاعلان خلود رح نشوفك بعد شوي اكيد زينا بعد الفاصل موضوعك الغذائي كمان عن مرض السكري ومضاعفاته على شبكه العين غذائيا كيف ممكن نتبع هالطرق الوقائيه وكمان مشق الطبي دكتور علي حرب رح يكون بضيافه ببيروت دقائق قليله مع الاعلان ومنطلق بمواضيعنا اللي اخترت لكم اياها لحلقتنا اليوم خليكم برفقتنا